طبعا علاش انت كتحكي لي هذا الشيء؟ قال لي لنا بحثنا عليكم احنا هما اهل الزمور كنعرفهم امك كتدخل القصر بلا طريق وكذا 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 الى تدي لنا الرساله مزيان غير توصلها هي غير توصلها الملك هي كتشوف الملك غير توصلها لها. قلت له الوالده ديالي ما ندخلوهاش في هذا المشكل يدخل اللي كان ولكن الوالده نخليها في الترانكيل يعني قلت له غادي نخمم في القضيه بعد واحد المده خممت مزيان في القضيه وشفت عليه خويا وكيدخل تما للبالي ويمكن يشوف الملك ويمكن يشوف كل شيء قلت له لقينا الحل خاي غادي يتكلم بهذاك الشيء قال لك ذكر قلنا له عليك دابا قال لنا لي واحد قال كيوجدوا دليمي هذا الكوفرنر وقلنا باغي يوصل شي رساله للملك قلنا له داكور انا قلت له هذه قال لي انا ما نقدرش ندخل هكاك غير ندخل ونقول للملك راه فلان كيدير عليك القلب قال لي سي باسيبل ماشي معقول خاص شي حاجه مركزه وغادي يعطيونا شي رابور قال لي واخا سي باسيفيزون قال لي انا نمشي يا خمم واحد اليومين ولا ثلاث ايام وكان اتشيكا شورو مع راجلها مع داك الراجل كيجيو كانوا نازلين في الرباط كيمشيو لعندو عند لوروا قل قال لي عليه غادي نشوف هذاك مسيو فيليب ولا صاحبو قال لي نقول لهم نحكي له القضيه ونقول له يدير لي شي ميعاد مع الملك ولا يدي هو المراه تعشاو جميع قالها لي تشيكا شورو كانوا ثلاثه جلسات كيتعشاو في هذا الريستورون تشيكا قالت انا ما ندخلش في هذه القضيه نهائيا ما تهضروش عليها كاع معايا ملي نكون انا نهضروا على حاجه اخرى فيليب قال له واخا قال انا غطى عندي غادي نلعب معاه الجولف واحد البارتي ديال الجولف وغادي نشوف الوقت نمشي نقولها له ولكن ما عندي حتى مكتوب لا برا ولا كتاب ولا حتى شي حاجه نقولها له ونقول له القضيه جات منكم وإلا بغى التفاصيل ديالها يصيفط لواحد منكم ولا يعيط عليكم ثلاثة تحكيو له اش كاين قال له عليه واخا مشى لغدا لعب معاه الكور في الليل مشاو تعشاو جميع عليه جا قال لي صافي راه هضر مع الملك والملك قال له غادي نصيفط له شي واحد ايوا الملك صيفط واحد في الجولف بعدا ملي مشى له فيليب قال له ديرها ولاد بوريكات كيقولوا جاهم شي اخبار ما اخبار دليمي باغي يدير انقلاب مع شي ليزوفيسي اخرين واسمو شي معمعه وشي كذا الا بغيتي تعرف شي حاجه عيط عليهم قال له واخا دابا نتسبت عليهم